داكور. الوغ اليوم سكابر شكون هو مثلا البروديكتور اللي انت باغي تخدم معاه؟ يعني سواء يكون مثلا مغربي ولا ماشي مغربي، شكون هو البروديكتور اللي انت كتقول انا يعني ما كرهتش النهار نخدم معاه ويكون عندي شي بروجي، يكون عندي دي بروجي اونسومبل؟ صراحه ما عنديش اسميه دابا بوغ لو مومون فراسي، ولكن كاينين اون فرونس جيمري بيان ترافاي افيك كور ولا غيلتي. غيلتي تشاو واعر كاينين بليزيور عندو داكشي هيلتي فهمتي يا سلام كيخدم. المهم كاينين دي بروديكتور المهم في المغاربه كاين بزاف، كاين واس، كاين شخاكس، كاين اشرف باشي، كاين نويز خدم ليا تراك الاخر بينيفيس سينجل الاخر. نويز سي ان رابور ديجا كتعرفو بيان سور. المهم ولي خدم ليا البرود ديال بينيفيس لحس ما بغيتش واش يكون اخر بروجي صراحه، داكشي علاش لحت بروميير اكستري. جيمري بيان اوسي المهم اي واحد داز فيلينغ بيني وبينو زوين سوا في مكان غنمشي نخدم انا وياه، ما عنديش مشكل. ماشي ضروري يكون معروف ولا يكون واعر ولا يكون يعني فوالا، اي واحد تالونتيو، اي واحد عنده اون توش زوينه غنمشي نقلب عليه في مكان ونخدم انا وياه ونحطو ان بروجي وندير الماكسيموم باش يكون هذاك بروجي فهمشي بريون. داكور. كيما تنقولت تبارك الله عليك بريون، هادشي اللي بينتي في التراك الاخر ديالك ديال نساي. غنمشيو دابا غادي نسمعو اون ديريكت سور شاد اف ام سكابغ نساي. تراب الرجال على مي وخاب اطلاس بور لي سونتيمون بيدي مغفي بحال مامي كندير في بلاصي بون مريح فاس على ماغ ولا يسون با بخي بور لا كار جو كو تو مكومبخين با تو بلاغ سور لا في دو ما ماغ وسا اريف لاكسيدون بلي اون كروندي اون بار دي دون بغيت نطير بحال بيتر بون ماشي مبري وي مانون سكو جو سوي سكو ديزن لي جون جو مون بالي شي رويالمون جي ما تي مون بيلون باقي كنقلب للمليون و سي فغي ني فريتهم بسنوات كيسولو شحال الساعة الوقت فات كلشي غير دايز من هاد الحياة صحاب واقع ما تسالي لبات كنموت بحياة للموفمون ما قتلونيش ميوزيكالمون. فإلا تكلمنا يعني بريسيزامون على الجديدة، كيفاش كيجيك مثلا النيفو اللي كاين دابا، شكون هما الدراري الجداد اللي كاينين؟ ف بحال بغينا نعطينا شي انزوم على هاد المدينة ديال الجديدة. فوالا الجديدة هي مدينة اللي صغيرة اون فيل كوتيير وفيها بليزيوغ تالون، وخا صغيرة سا نونبيش با ان فيها بليزيوغ تالون سوا او نيفو دراب سوا او نيفو دو دوطخ ستيل ميوزيكو. زعما كاينين الناس اللي كيديرو شي حاجة اللي تخي بغيون في لوغ دومين. و بالنسبة للراب ما نقدرش نعطيك سميات، ولكن فهمتيني كاين مثلا صاحبي اللي جا معايا شادا اف ام نيرون، كاينين دراري اخرين. بالنسبه للجديده شنو ناقصها؟ ناقص لي ستوديو، ناقصين بزاف. واخا تبان لي انه دابا اليوم يعني ما بقاش الارتيست انه في حاجه مثلا يعني الاستوديو كلشي مثلا يقدر يدير هوم ستوديو يريح في دارو يعني بو كومبوزي دي تراك يسجل اكسيتيرا. دونك ما بقاش هذاك كيما تنقولوا ديك الصعوبات اللي كانوا في الاول. شحال متفق معاك يونس، ولكن الفو ديما شيرشي دو لا كاليتي فهمتي. كيف ما درتش انا اليبوك فهمتي، خرجت قلبت على لا كاليتي باش ما نبقاوش فهمتي نبقاو ديما بواحد النيفو ما غاديش يشرف المدينه. خصنا نكونوا على هوتور ديال هذيك المدينه حيت فيها دي طالون فريمون خصهم يبانوا. دونك خص تكون اون كاليتي اللي زوينه بزاف، وكاليتي راه كاينه في المغرب. يقدر بنادم يخرج على برا يسجل يعيط على ان رياليزاتور من برا فهمتي زعما. وفي المغرب عاوتاني كاينين بليزيوغ طالون، ما يبقاش بنادم زعما محصور على مدينه فهمتي. راه صافي بارشي دو ماروك يعني خصنا نكسبورتيو داكشي للمغرب. الحمد لله كيف ما قلت لك قويله على قبل الراب يا يو 3 جينيراسيون، يا يو لا بروميير جينيراسيون اللي كانوا فيها لي بيلي بلا ما نجبدوا سميات عاوتاني. هذوك بحال قلتي داروا الطريق. ولكن هذا لو في ديال جينيراسيون سي فري كاين دو جينيراسيون يعني ناس كيما تنقولوا اللي بداو، ولكن في الاخر تيكونوا مثلا نقدروا نسميهم دي غولاف يعني كل مره كل واحد كيدوز وقيته ديالو ابخي تيخلي الغلا غولاف الاخر وغادي القضيه. نشرح لك القضيه كيفاش. دابا البروميير جينيراسيون هما لي بيلي فهمتي، بحال داروا الطريق للدوزيام جينيراسيون. دوزيام جينيراسيون جات شنو دارت؟ لا ماشي لقات واجد بيان سور كو خدموا فهمتي، خدمات داروا دي زيفور. ما تفهمونيش غلط. لا داروا دي زيفور وداك الشيء. ملي داروا دي زيفور ايزون ايسيي دو ميدياتيزي لو راب. لو راب شحال هادي كان بويكوتي، كان ان تي بو سونسوري. دابا تميدياتيزا ولا مفيزين لارج بوبليك، والحمد لله هادشي كيشرف ومزيان. لا ميوزيك اوربان بحال هكا تزيد القدام في المغرب. La troisième génération, on peut dire que la troisième génération, elle essaie d'exporter un petit peu à l'international.
فهمتي هادشي ما كانش بحال هادي وصافي بليزير ملي كنشوفو بهاد حاصلين في المغرب لا لا ماشي نقدروا نقولوا كانوا حاصلين في المغرب مي نقدروا نقولوا لي كونديسيون اللي كانوا شحال هادي هما هما اللي كاينين دابا بيتيتغ لوبورتونيتي مثلا كون كانوا هادوك الناس اللي كانوا مثلا في ديك لا دوزيام جينيراسيون كيف ما قلتي عندهم هاد لي مويان وكيف ما كنت نقولوا ديك السهوله في كونتاكت مثلا على انترناسيونال ما غاديش تلقى يعني في حال هاد لو جونغ ديال مثلا انهم حتى هما تقدر تلقاهم يعني كونتاكتاو دي زارتيست انترناسيونال كانوا يعني مثلا دي كولابوراسيون دي فيتورينغ اكسيتيرا اليوم نقدروا نقولوا انه القضيه سهلت وكيبقى كيف ما تنقولوا يعني اللي عنده راه عنده فهمتي خصك تبين تكون ان ارتيست اي بي ابري يعني الفيدباك كيجي من عند الناس يعني اليوم مثلا ما تقولش انك انت ما تبعش الموفون ديال الراب في المغرب ضروري كتبعني مثلا لي رابور اه لا كنت مزك الدراري شكون الدراري اللي حتى اليوم كيعجبوك كتقول فريمون ملي كيلوح شي ديسك يعني يقدر ما تبارطاجي التراك ديالو ما عندكش مشكل شكون هما لي رابور جو بي با سيتي لي نون ولكن سمعت واحد البوم واعر ديال من باقي ما خرجش ديال واس فهمتي ما كندويش عليه حيت سي مون برودكتور كما قلت لك فهمتي ما كندويش عليه بزاف حيت غير مون برودكتور ولكن فريمون سمعت الالبوم ديالو سي شو فهمتي قلت لك مثلا يعني مع داك مع ويست يعني تا هو دابا يعني كيخدم مع بزاف ديال الدراري قلت لك 21 طرش كيفاش كيجيك تا هو مزيان فهمتي غادي دار بلاصتو خدام الله يسهل عليه الدراري زوينين صراحه دونك تقدروا نقولوا فهمتي كون عاوتاني فهمتي واس ما تاقش في هذاك البوتونسيال اللي عنده ما غاديش يجيبو فهمتي ما غاديش زعما ما غاديش يجي ويقول لي اجي تخفي وي ما غاديش يجي تخفي صراحه كما طرا لي انا فاش كنت غادي ندخل لهذاك لونتوراج اللي كنت غندخل ليه شحال هادي اللي هو زاوا وخرجت منه فهمتيني انا خرجت كنت باغي نبقى بوحدي جاني ان ابيل من عند مراد قال لي اجي كندوي على كوتي اوما عاوتاني قال لي اجي ريح معايا بغيت نهضر معاك بيرسونيلمون فوالا وبقينا كندوي وعجبني داك الشيء عجبني الحال معاه ارتاحيت وصراحه فاش كتكون فاش كترشح مع شي واحد فهمتي كتكمل معاه حتى الاخر